السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك يا مولانا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا راسخا ثابتا وعملا صالحا مرفوعا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. إخواني الكرام، حياكم الله، بارك الله جمعكم، أسأل الله أن يكون جمعا موفقا مرحوما محفوفا بالملائكة، وأن يذكرنا الله تعالى وإياكم في الملأ الأعلى عنده، اللهم آمين. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وبعد، تحية لإخواننا أهل فلسطين الحاملين عبء أمة بأكملها في حماية مسرى محمد، وهم عزل محاصرون مضطهدون مستضعفون، وأمة ممتدة من المحيط إلى الخليج تتفرج. يعني كيف الكفر ينصر بعضه والإيمان لا ينصر بعضه، يعني مؤلم جدا، ممض ثقيل. ترك هؤلاء لوحوش والعالم كله يدعمهم. ثبت الله آية فلسطين، لأنهم إنما يذودون عن أمة. والله إن طاحت فلسطين ما برد راس الصهاينة أقصى نقطة في عالمك العربي، دون ما نحدد بلاش يحردوا يزعلوا. إحنا يا سيدي عارفين بعض، لا تقول لي إحنا ولا أنتوا. على كل حال إخواني الكرام، تلاوة المغرب حتى لا نطيف في المقدمات، لاحظ ترتيب القرآن الكريم. السورة اللي تلا منها داعش سؤال، سورة القصص. طيب، إن الذي فرض من هنا بدأ، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما معنى هذا لرادك إلى معاد؟ التفاسير بتقول حيرجعك إلى مكة. ماشي، أمشى منه في نظري، وأفضل وأحسن وأرقى وأعلى وأجمع وأولى. لرادك إلى معاد الآخرة، معاد الآخرة. مكة هذه مضمونة يا بويا، أن نرجع إلى مكة مضمونة. الكفر زاهق، لو كان فينا إيمان حقيقي. ولذلك إحنا مستبشرون بصلاة الفجر إن شاء الله، لأن عنوان الرجعة إلى الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أن تحيي الأمة صلاة الفجر جماعة، هذا عنوان الإقبال على الله. إذا بداية طريق النصر إن شاء الله. إيش تعمل صلاتكم؟ ما أنت مش واخد بالك، ولا أنت فاهم المسائل ماشية إزاي. ولأنك مش فاهم ولا ماخد المسائل ماشية، كيف بتقول هذا الكلام؟ القوة الروحية هي القوة، القوة المادية فالصو. عمو، نحن أكثر الدول شراء للأسلحة في العالم، في العالم، شايف العالم؟ نحن. وماذا نفعتنا؟ لا شيء سوى الكوميشينات. وش هذا؟ ما أعرفش. إنما الرجعة إلى الله هي القوة الحقيقية يا أبويا، مو أكداس الأسلحة المرمية. ش عندها غزة أسلحة؟ وليش هي الوحيدة الصامدة؟ الإيمان، الإيمان. فعنوان هذا الإيمان، هذه الرجعة إلى الله، في أجمل صلاة وأشرف صلاة وأعلى صلاة. يا سلام على قرآنك، ما أجمله وما أعظمه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هاي أربع صلوات. مش فاهم. لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل العصر والمغرب والعشاء، الغسق الليل الطامس، هي أربع صلوات في سبع كلمات. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا سبع كلمات. إذن صلاة الفجر وحدها سبع كلمات، والأربع صلوات سبع كلمات. واضح إخواني؟ لعظمة، وما سماهاش صلاة الفجر، سماها وقرآن الفجر، لأن تلاوة القرآن فيها أوسع شوية، فسماها وقرآن الفجر. وقال عنها من دون الصلوات إن قرآن الفجر كان مشهودا
تشهده الملائكة بتصلي معانا. هذا الدين العظيم. فاللي اقترح انه نعمر بيوت الله في صلاة الفجر جزاه الله عن الأمة كل خيرا. هذه مبادرات توفيق من الله. والله خلينا بموضوعنا. إن الذي فرض عليك القرآن فرض عليك القرآن. هو لك ولا عليك؟ هو لك وهو عليك. أمانة تبليغه وحمله وتحمل التبعات والمشاق الناشئة عن حمله عليك. يا سلام. القرآن لنا وواجب حمله علينا. واضح إخواني؟ إن الذي فرض عليك القرآن حمله وتبليغه ومواجهة العالم به. العالم بسمحش للقرآن أن يمد نوره على الأرض. بسمحش. بتقوم وحوش الأرض كلها تتكالب وتتكاتف وتتحد في وجه القرآن. القرآن أحيا أمة من موات ورفع شأنها من خفض، جعلها خير أمة، الأمة الوسط، أجمل وأكمل وأعلى أمة بالقرآن. نحن بلا قرآن أصفار يا أبويا. نعود لموضوعنا. إذن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ثم مولانا يعني ولا تكون من المشركين، وتكون ظهيرا مجموعة نواهي له صلى الله عليه وسلم، عشان أقول لك هذا عبد مولاه يخاطب كما يشاء. هذه سورة القصص، بعدها على طول سورة العنكبوت، بعدها على طول سورة الروم. ما فهمناش يعني شو المقصود. القصص قصة فرعون وقارون أبو الثروة الاقتصادية، هذا السياسي وهذا وفي الوسط العنكبوت، من هون فرعون وقارون، ومن هون الروم، وفي الوسط العنكبوت. يعني فرعون بيت العنكبوت والروم وحضارتهم بيت العنكبوت في الوسط. واضح إخوان القرآن؟ وصلت القصص موضوعها إيه؟ بدايتها قصة فرعون ونهايتها قصة قارون. إذن القوة الاقتصادية المالية قارون والقوة السياسية فرعون، كل هالقوة هذه بيت العنكبوت، وراها على طول سورة الروم. الروم راحوا يا شيخ، لا حجي، الحضارة الغربية هي الروم الجدد. اوعى تقول الروم راحوا. الروم مولانا سماها مش باسم الأمة التي مضت، باسم الأمة التي مضت والتي استجدت، الروم الجدد. لنا فيها شرح طويل بدها سنة شرح لي. والله شو أنا الروم، ليش ما في سورة للفرس؟ هم كانوا سجال الاثنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. عد في بضع سنين 9 حروف، 9 سنين تغير مجرى التاريخ. الروم نهضوا بعد كسر وغلبوا الفرس، فالحرب بينهم كانت سجال. وورثناهما معا، معا يا مسلمون، ورثنا الفرس والروم. كانوا منهكين مدشدشين تعبانين مرة مرة، يعني خالص قوي مو صحيح. لما حشدونا في اليرموك 240,000 مقاتل، حضارة بتحشد في معركة واحدة 240,000 مقاتل، حضارة مهرية، لا حضارة فتية قوية، 240,000 مقاتل، بدك 200,000 حصان، بدك تموينهم، بدك سلاحهم، الدعم اللوجستي، بدك أطباء وممرضون ما أدري إيه واتصالات. هذا غير الروم اللي كانوا في مصر، هذا روم الشام الجناح الآخر، مصر محتلة الروم، العالم العربي كان كله محتل يا حجي. منو اللي حرروا الإسلام العظيم اللي احنا بنحاربه الآن؟ قال يا أخي الإسلام خلصنا منه ما شاء الله. من حرركم أول مرة؟ أخ على كل حال، ليه ما فيش للفرس سورة؟ الفرس ظاهريا دخلوا في الإسلام، فخلصنا من حضارة بأكملها، وإن
بق في الداخل الفرسنة موجودة، يعني الانتماء لفارس بدك رأي، احنا مش عنصريين، لا والله، احنا ينبغي أن نفهم الواقع. الانتماء لفارس بدك رأيي أقوى من الانتماء إلى الإسلام، وذاك سمي حضارة الفرس، لا لا، سورة الروم، لأن الروم ممتدين، الفرس انتهوا كحضارة ساسانية، حضارة مجوسية، سمي ما شئت، وصاروا الآن الفرس المسلمين جزء من هالأمة، شئنا أم قولش لا مرحبا، أنا بقول لك أنا مسلم، قولوا لا مرحب، لكن صلح لي مخك. طب ليه في ليلة النيروز بتولعوا نار بتظلوا تدوروا حوالين النار إلى الفجر؟ لو وش النار؟ ها؟ النار من طقوس مين يا أبويا؟ خلينا بموضوعنا يا شيخ. الخلاصة يعني هذا سريعا جدا عن كلمتين بس من الآية، مش الآية كلها، حتى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وحبينا نوقف عند ترتيب المصحف الحكيم المعجز. القرآن معجز من كل وجه، ترتيبه معجز، نصه معجز، حدث ولا حرج. نعود إلى سورة طه إن شاء الله تعالى. إحنا انتهينا من الآية الكريمة، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، انتهينا منها الحقيقة، ما ابتدينا. كلما ظننت أننا انتهينا برجع بلاقي إن إحنا ما ابتدينا والله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قلنا إنه أوتيت وسؤلك لم ترد إلا هنا، عد بنعيدها للتأكيد بس. كلمة موسى في القرآن هي رقم 69، قبلها الآية 19 رقم 68 في القلب، هذه بعد المنتصف بواحد، قبلها الآية 19 ألقها يا موسى، هناك رقم 68 بعديها 68 مرة موسى. العجيب أنه هذه الآية 19 كلمة يا موسى 23 مرة، نداء يا موسى، الآية 19 يا موسى رقم 11، رقم 12 قبل 11 وبعد 11، أسف، واضح إخواني؟ فهي جاية في القلب مرتين، كلمة موسى مطلقا رقم 68 بعد 68 آية 19، يا موسى هنا موسى 23 مرة نداء يا موسى في القرآن كله، 11 قبل هذه الآية و11 بعد وهي رقم 12. خلينا موضوعنا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خطر ببالي سؤال، أقول لك إيش اللي خطر ببالي، منو أبلغ؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أبلغ يعني في الكرامة، ولا إنا أعطيناك الكوثر. بدنا نفكر أول، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أوتيت أبلغ ولا أعطيناك أبلغ؟ بدنا نرجع للغة والقواميس، أتى 100 مرة قلنا أتى، شو معناها؟ جاء فقط، غلط، جاء من بعيد. إذا قلنا جاء نصر الله معناه النصر قريب، لكن أتى أمر الله وما جاش، سيأتي، عبر عنه بالماضي لأنه مؤكد سيأتي، عبر عنه بالماضي، أتى أمر الله، هو بعيد في تصور الناس لكنه في حس المؤمن قريب. يعني سنة 2020 صرايح سدس يا أخ، واحد واثنين ضل خمسة، خمسة كوام راح، واحد شهر واحد واثنين حسيت فيهم راحوا، هكذا عمرنا، هو سنة 2020 يعني هكذا عمرنا يمضي بما مضى الشهرين اللي مضوا، هذا العمر كله نقص من رصيد العمر بالنسبة لنا. نعود لموضوعنا، شوف مولانا بيقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى، لاحظ لي أولا أوتيت، تتبعت كلمة أوتيت وجدت عشرات المواقع فيها وما أوتيتم من مثلا من العلم إلا قليلا، يا ليتني لم أوت كتابي مثلا، يؤتي الحكمة من يشاء،
مليان الآيات، تتذكروا بنتذكر آيات كثيرة جدا عن الإيتاء، وأوتيت من كل شيء ملكة سبا، أوتيت من كل شيء، يعني كأنه أوتي فيها رائحة الجذر أتى، معنى البعد، أعطيناك فيها المناولة، فيها القرب. لاحظ ملاحظة، إنا أعطيناك مرتين نون العظمة، إنا أعطيناك، أي واحد، إنما هنا أوتيت مبني للمجهول، والمجهول معلوم طبعا، آتيتك، لكن مولانا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لاحظ، يا سلام على القرآن، أوتيت سؤلك، اللي سألت أعطيناك إياه، بينما يا محمد أنا أعطيتك على مرادي لا على طلبك. واضح إخواني؟ أقول لك شيء، أنت لو قلنا لك اتمنى، حتقولي يا رب 100 نيرة، مولانا بده ينزلك 100 ألف، منين؟ ما أعرفش. يعني تحضرني الآن قصة من قصص الصحابة لما فتحوا بلاد الفرس، تتذكروا أسروا بنت كسرى، بدهم يهربوها ولا غيره، مسكوها، جو الفرس يعني يساوموا، تطلقوها وكم تريدون مقابلها فدية، طلبوا 1000 ولا 10 آلاف، والله ما عندي رقم، قالوا والله لو سألتم 100 ألف لأعطيناكم. احنا بنفكر في فوق الألف، لو سألتم 100 ألف لأعطيناكم، يعني هذه بفكروا الألف آخر رقم في المال. يعني الآن في تريليون مع الكورونا، قال خسارة العالم 5 تريليون دولار، يعني 5000 مليون. يا الله، من هذا الفيروس الصغير، قال إيه والله من هذا الفيروس الصغير، هالقد، شو هالقد، بده ميكروسكوب إلكتروني 150 ألف مرة بتشوف الفيروس. هذا أرعب العالم، والبورصات تبخرت محكاية، والبترول نزل في الحضيض، في الحضيض يا شيخ، زي بعضه، احنا بنحكي بلغة البترول الآن، نزل طاح في الأرض، كله طايح، والطايح رايح. نرجع لموضوعنا، لاحظ إذن مولانا، إنا أعطيناك، وعطاء مولانا على قدر كرمه، إن مش على قدر سؤالك، إن قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللي طلبت خذه، أخوك وزير، وزير أحل عقدة من لسانك، بحل عقدة من يسر لي أمر، يسر لك أمرك، روح. إنما إنا أعطيناك الكوثر. بعدين العطاء بعد سؤال أحسن ولا العطاء بلا سؤال؟ بلا سؤال. قد أوتيت سؤلك، إنا ابتداء دون طلب أعطيناك الكوثر، على مرادنا نحن لا على طلبك أنت، لأن طلبك تمنى، تمنى. فاكر اللي بقول، قال لي أطلب، منو هذا ما أعرفش، عديها، فراري ولا ما، المهم الخلاصة، إذن إنا أعطيناك الكوثر، أبلغ. نكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع. يعني قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا مرتين، هذه واحدة، والثانية صفات، ولقد مننا على موسى وهارون. إذن مننا المرتين بحق موسى، مننا عليك مرة أخرى، سورة طه، ولقد مننا على موسى وهارون، سورة الصافات. الآن لاحظ الملاحظة، الصافات رقم 37، مننا عليك مرة أخرى الآية رقم 37. سبحان من كلامه بمقدار. سورة الصافات أكبر من سورة طه في عدد الآيات، 182 135. سورة طه أكبر من الصافات في عدد الكلمات وعدد الحروف، على الأقل بزيد لها 600 كلمة، وحوالي يمكن 1000 حرف عن سورة الصافات. لأن الثنتين يتبادلوا الأولية في مرتبة مين أكبر، الصافات أكبر عدد آيات،
طه أكبر عدد كلمات وعدد حروف سبحانك. والسورتان آياتهما قصيرة، هذه آيات قصيرة، طه آية، ما أنزلنا عن الأشقى آية، والصفات صفا آية، زاجرات آية، تعليات آية، سور قصيرة الآيات. إذن مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لاحظ ملاحظة، أوحينا إلى أمك ما يوحى، بناهر المجهول، أوحينا نون العظمة، فجمع الفعلين يعني المنسوب إلى الإله العظيم بنون العظمة، والثاني المنسوب إلى المجهول يعني مبني للمفعول. أوحينا إلى أمك ما يوحى، نسب الفعل لنفسه مع أنه هو إلهام عقلي وشعوري وعاطفي ونفسي، لكن منو اللي بحرك العقل والعاطفة والمشاعر والنفس؟ الله. إذا نسب الفعل إليه نسبة حقيقية طبعا. أوحينا مش وحي كلمها، لا، هو اللي حرك عقلها ليفكر نعمل إيه في الواد، نعمل إيه في الواد، في الولد يعني، نحطه بالصندوق ونرميه في البحر. البحر هو النيل، اليم، قلب كلمة مي، مي يم، واضح إخواني؟ والإخوان المصريين بيسموا نهر النيل البحر، ده كان زمان قبل سد ال والله يا إخواننا من 5 سنوات ونقول مصر ستعطش، وين النت عن موجود صفحتنا يعني، وكلام الخبراء مصريين إنه مشروع سد عم بينقام. قالوا له 15 يناير 25، مالكم لولا 35 يا عم خلصني، لولا الهباب بتاعكم ولا كان ما قامش السد، والسد انبنى من 5 أيام يعني. السد حيخنق مصر يا ابوي، وسترون وراء اسرائيل، السد وراء اسرائيل والايام بيننا. الكلام مش بقوله من اليوم، لا والله من اول يوم والله. طبعا التمويل مش هنتكلم عنه لأنه بدنا نوقع في حرج، واضح إخواني؟ فبنتكلم على المنطقة اللي ممكن أحكي فيها، اللي هو التخطيط والهندسة والإشراف، إسرائيل. وما فائدتها؟ سلامتك، سلامتك. بكرة حتشوف الفائدة. شو يعني؟ بعرفش، أنا ما قلتش قناية من ما 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 حكيتش. فاكر لما بيجن زار القاهرة فندق سميرميس أظن في الأهرام في الجيزة زي بعضه، فراح يزوروا السادات في فندقه على النهر، فهو عينه على النهر. ليش الخطين الأزرقين؟ ما الكل فاهم، والنجم بوسطهم، النيل والفرات يا حجي. قال له مش حرام هذا النهر يكب في البحر يا سادات؟ ليه ما تمدونا قناة من 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 تحت سيناء إلى، طبعا هم سارقين ماء النقب، سيناء آسف، 700 مليون متر مكعب من سيناء تحت الأرض إلى النقب من بدري موش من اليوم. إذن أنا الأمي عارف هذا وقاريه، أصحاب الشأن مش فاهمين؟ من مجلات مصرية والله، وخبراء مياه مصريين. واحد قال أنا هذا موضوعي، 700 مليون متر مكعب تسرق سنويا إسرائيل من ماء سيناء. سيناء جنة يا ابوي، درسونا في المدارس سيناء ديزرت، صحراء سيناء يا شاطرين، صحراء سيناء، صحراء النقب، صحراء، صحراء في عقلك، في راسك، في تفكيرك المريض. سينا جنة يا ابويا. القرآن أصدق قيل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
صحراء سيناء. مولانا بيقول وشجرة تخرج من طور سيناء. شوف القرآن، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ما في صحراء إلا في العقل. الصحراء جنة، تحت سيناء ملايين أمتار مكعبة ماء، أنقى ماء. طلع وزرع، طلع وزرع، وزرع وإقلع واستغني أنت وشعبك. نرجع لموضوعنا، اللهم صل على محمد. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحينا ما يوحى، يعني فعل مكرر بصيغة مرة مبني للمعلومة مرة مبني للمجهول. أجمل ثم فصل. قد أوتيت سؤلك، ما تكلمناش عن البلاغة، قد للتحقيق معروف، وإذا دخلت على الماضي أفادت توكيده، قد يكون شك. قد أوتيت معناها ما دام دخل على الماضي أصبح يقين. قد أوتيت سؤلك بناء للمجهول لأنه معلوم، مين بيعطي الله؟ إنما ليش قال بالمجهول؟ ليركز على الفعل، ما يشتتش ذهنك. قد آتيناك سؤلك، راح ذهني الله تعالى المعطي والمعطى اللي هو السؤال والمعطى إليه. لا، أوتيت زلزلت الأرض زلزالها، عشان ركز ذهنك على الفعل. لأن قد أوتيت سؤلك، ثم ختم الآية بنداء موسى. يعني هذا من دروس الآية، كل الناس محاويج إلى الله، والله تعالى يجيب دعاءهم، لكن يجيب وقت ما يشاء كيفما يشاء بالمقدار الذي يشاء. يا رب مليون دينار، أعطاني ألف، أنا طلبت مليون. والأمور على مراد الله مش على مرادك أنت. الله أعلم بما يصلحك وما يفسدك، يمكن المليون تفسد. فينزل بقدر ما يشاء. إذن الكل محاويج إلى الله، والكل يلجأ إلى الله. المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يا رب، قعد يا رب، قام يا رب، نام يا رب، بسم الله. فهو في دعاء دائم، يا مفرج الكروب عنا وعن أمتنا يا الله، دائما في دعاء دائم. الكافر يدعو عندما ينزنق وينخنق، بيدعو يا رب يا الله يا الله. قلنا لك الملحد اللي ولدت له بنت قلب يعني مش شغال، في عطل شديد، قال عمو بنته خلال ساعة بتموت لأنه القلب يعني مشطوب. قال لهم ملحد في أمريكا هذا، وقصة رويناها، قال أعطوني غرفة أخلو بها لنفسي. أعطوه غرفة، سكر حاله الباب دعاء ويبكي الملحد، يا رب يا رب، ساعة وهو يبكي. دقوا عليه فتحوا، نعم في معجزة حصلت، بنتك رجع قلبها طبيعي. طبيا هذا الكلام مستحيل، في معجزة. قال لهم إذن الله حق، أنا لما كنت ملحد كنت بهيمة، آمن بس عاد ما أسلمش لأنه ما لقيش من يدعو إلى الله. إخواني قصرنا في الدعوة إلى الله، دينكم والله لو بينا للغرب والله لا يسبقون إلى الإسلام. طبعا السوي مش الماسوني مش المربوط بالأجهزة، لا السوي الإنسان العادي، لو 9 من 10 من الناس يحكي له عن الإسلام والله لا يسبقنك إلى الإسلام. في مدن أمريكا اللي لفيناها يمكن بدون مبالغة، ولاية ولاية، يقول لك مدينة مدينة، المهم أغلب المدن ينطق معنا شهادتين الناس والله من فضل الله. أغلب المدن، آخر رحلة وآخر مشوار في أتلانتا اللي كان فيها كرة الكرة العالم هذه، مش رايح الكورة، المهم رايحين من فضل الله جولة. خطبت الجمعة المسجد والله للشارع المصلين، مستعجل لأنه طيارتي أتلانتا نيويورك نيويورك عمان، يعني سفر شاق وطويل. دمشي قالوا استنى خير، واحد عاوز يسلم نطق الشهادتين، قلنا هاي بركة.
نطق الشاتين ضج المسجد بالتكبير، الله أكبر، والله المصلين للشارع. إخواني، لو بينا للناس عظمة الإسلام وجمال الإسلام دعاء مؤهلين. فاكر أحمد ديدات وابن أحمد ديدات اللي أطلقوا طلق عليه براسه ومجهول؟ ابن أحمد ديدات قتلوه طلقة، نسخة من أبوه. أحمد ديدات معجزا من معجزات يا أبويا. ذاكر نايك يفوقه بعشر درجات. ذاكر من فضل الله لما يتكلم كل مجلس بيسلم معاه 25-30 واحد. الآن له تلاميذ على نفس النهج. هذا الإسلام يشق الصخر يا أبويا بالمنطق مش بالتفجير. إحنا قوتنا مش بالتفجير، قوتنا في التفكير. يا أمة محمد، ما إحنا قتلنا من بعض 10 أضعاف، شو 1000 ضعف والله. بعدين حتفني الغرب يعني جنابك وانت قاعد عندهم؟ كلام عدناه عشان هذا الفكر نكبه في أقرب سلة ونحل محل فكر الدعوة والبيان والشرح للناس. عظمة الإسلام نبينها للناس، والله ليسبقونا، والله ليسبقونا، والله يا إخوانا. حفل في نيويورك عملناه للمساجين اللي أسلموا. معنا واحد سوداني قال لي يا زول تعرف أنا أسلم معايا 3600 واحد. سوداني بسيط، قصص بقول لك لا تنتهي، والله لا تنتهي. ناس متعطشة لدينكم، قمنا نعطي عن ديننا أسوأ صورة، الاقتتال والتخلف والديكتاتورية. يقول لك لويش هيك؟ أمة محمد أسوأ وضع، بغريش العالم بالدخول في الإسلام. لو يستقيم وضع الأمة بصير منظرنا الحضاري أعظم دعوة إلى الله. من كيف نختار مسؤوليننا وكيف من مش عارف مين متقدمين اقتصاديا وصناعيا وزراعيا واجتماعيا وسياسيا. أحلام، ما بحلم قاعد، I'm dreaming، يا بحلم. من حقنا أن نحلم ولا يعني إذا رآنا العالم متقدمين بهذا الشكل والله ليدخلن في دين الله أفواجا. الناس مع الواقف يا أبويا، إذا جاء نصر الله والفتح شو بصير؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لو نحارب إسرائيل وننتصر عليها والله نسلم 1,000,000. يعني هذا الإسلام قوي، الله أكبر، 1,000,000 بيوم واحد ليسلموا. لكن إسرائيل داعس على المنطقة كلها، قال معقول أمة محمد هذه دينهم صحيح؟ مش معقول، إذن دينهم غلط. المكسور فكره يلحق به وضعه، بظن أن احنا وضعنا المنحط من فكرنا. لا يا أبويا، فكرنا واعتقادنا وثقافتنا وديننا في واد، واقعنا في واد. لكن العالم بميزش، أكيد هذول نتاج العالم الإسلام المتخلف. لا يا أبويا، الإسلام هو التقدم إلى الشمس. طب لماذا واقعكم متخلف؟ لأنه مش على الإسلام. منتهى البساطة يعني، مهم المفارقة لهم بظن خلاص. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما الذي أوحي؟ بعد الإجمال جاء التفصيل، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هذه أطول آية من السورة لغاية الآن، لغاية الآن الآية اللي وراها أطول منها، لكن هذه من هون للأول ل37 آية، هذه أطول من الجميع. لاحظ، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت على، إذا القذف مرتين والإلقاء مرتين، بدت الآية سريعة الإيقاع وانتهت الآية بطيئة الإيقاع. ليه؟ لأنه خلاص نفد من اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أطول كلمة في السورة فاقذفيه، 7 حروف، كل كلمة كل حرف له دلالته. فاقذفيه في اليم فليقذف، لا كان بحطمه، فليلقه اليم بالساحل. الإلقاء، وألقيت عليك محبة مني، ألقى لطف
والقذف عنف، قذيفة، مقذوفات، قذف المحصن. الخلاصة القذف فيه شدة يا أبويا، لكن الإلقاء ألقى السلام هذا ولا ما ألقاش؟ لا ألقى. ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست سبحانك. اللغة الجميلة والقرآن الأجمل والأكمل. إذا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، وألقيت عليك محبة مني. ألقيت مرتين اقذفيه ومرتين الإلقاء. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولأصنعك على عيني، النص مش هيك، ولتصنع. أنا الذي أريد وأنا الذي أسخر لك أمك وأختك وامرأة فرعون وخدم القصر كلهم عشان يصنعوك على عيني. أنا اللي بخلقك وأنا اللي بصنعك، هم بس أدوات بيرضعوك بيعلموك، بس في النهاية أنا اللي بوجه كل شيء. ولتصنع على عيني. نوقف مع الآية الكريمة. ذكرنا الوقت، بركة. إذن ما التابوت؟ الصندوق. القذف سريعا عشان يخلص من العسكر اللي جايين يفتشوا على الولد. وش هي ولا غير تعرف المتخلفون أدوات على بعضهم. كيف بريطانيا حكمت العالم؟ بالمتخلفين أنفسهم. بجند من المتخلفين ما أحكم به بقية الناس، منتهى البساطة. ولا بجيب عسكر شجر، لا لا، السمر بسلطهم على السمر. ولا بجيب الشجران، شجران في بلادهم مبسوطين، وأنا بجند من واضح حكمة العالم بهالطريقة بريطانيا. شوف المخ لما يشتغل يا ابوي. بجيب بدي احتل، بجيب جيوش. لا، احتليت العالم العربي كله بأولاده، بأولاده. مخ لما يشتغل يأكل ملبن. شو بقول لك شغل مخك تأكل ملبن؟ احنا أكلنا هوا، لأنه عطلناه فما أكلناش ملبن، أكلنا هوا. الهوا يؤكل زي بعضه. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم اللي هو ابن كثير بقول البحر. مولانا البحر، لما أقول البحر معناها البحر، البحر الأحمر، البحر الأبيض. إخواننا المصريين مجازا بيقولوا عن النيل بحر، لأنه ماء كثير مجازا. مولانا قال في اليم، اللي هو مقلوب كلمة المي. هل اليم كلمة عربية؟ طبعا. ممكن تكون مشتركة عربية ولغة أخرى؟ نعم ممكن، نعرفش، ده تحقيق لغوي. ليش صارت مي؟ ماء، يعني قلب الحروف معروف. بنقلب الواو أحيانا، بنقلب الميم أحيانا، بنقلب الباء أحيانا، بنقلب القاف إلى همزة. صار يحطوا المحلات قهوة، مش بالهمزة قال يعني قهوة. طب في العام بتحكوها قهوة وقهوة، بس بالكتابة تحط قهوة يا راجل. إذا نحطها بالمرة ألف مقصورة بدنا التاء المربوطة، خربوها بالمرة، نيلوها خالص. بدنا نحافظ على لغتنا العربية يا أخواننا. فليلقه اليم بالساحل. اليم حيرميه، اللي هو الموج النهر يعني، وماشي حيوصله إلى، تعرف يعني مناطق الماء والخضرة إلى آخره. هذه مناطق الأغنياء يا أبوي، يعني بتلاقي المناطق هذه على النيل بوصل الدنم مليون دولار ومليونين دولار وزيادة، إطلالة على النيل. الشقة بتتباع مليون جنيه واثنين مليون جنيه وأكثر. ليه؟ لأنه إطلالة على النيل. فكيف قصر فرعون على النيل؟ يعني بتذكر كنا نأخذ أولادنا على الأناطر الخيرية، منطقة من الجنة، جمال يفوق الخيال. كل أسبوع طلع أولادنا، الكبار نلعب كورة والصغار يلعبون آخره. رحنا على عادتنا والله، كل جمعة نطلع من القاهرة على الأناطر، وإذ مقص وعسكر
إيه خير إن شاء الله. قالوا ما فيش ممر. شو هذا ليش صار؟ منطقة عامة. قال لا هذه استراحة صارت للسادات. لفينا ورجعنا. رحنا على إسماعيلية في منطقة جميلة جدا. أي والله كما أقول لكم منطقة من الجنة. إسماعيلية جميلة جدا. كنا برضو نروح على يعني نطلع أحيانا رحلة على منطقة قالوا لنا فرح المقيمين نفس المقص استراحة للرئيس. قلبنا وشينا ورجعنا تاني. جنان متنفس للناس متنفس للخلق. القصد يعني الأغنياء دائما بيحبوا الايه المناطق الخضرة والمية. واخد بالك؟ في الحلقة القادمة نكمل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله.